ينضم إلينا من لندن مراسل الغد بهاء العوام. إذا بهاء، تريزا ماي توعدت بأنها ستتخذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، هل رشحت أي تسريبات عن ماهية هذه الإجراءات؟ نعم، في الحقيقة الجواب باختصار هو لا، على الرغم من تعدد الاجتماعات التي البرلمانية والحكومية التي خاضت خلال هذا اليوم حول ملف سكريبال تحديدا. اليوم بدأ باجتماع حكومي كما ذكرتم لمي حول هذا الموضوع، ومن ثم جاءت مساءلة وزير الخارجية البريطاني حول عدة قضايا على رأسها ملف سكريبال، وثم سيليها اجتماع مي مع رؤساء اللجان البرلمانية، وهنا يمكن أن تعلن به بعدها عن هذه الإجراءات. وهناك من يقول أن الإجراءات سوف تكون غدا معلنة في خطاب ليمي يتعلق في هذا الملف تحديدا. في جميع الحالات رد الفعل وزير الخارجية في المساءلة البرلمانية للأعضاء عن هذا الملف يقول أن الإجراءات المرتقبة سوف تكون شديدة اللهجة ضد روسيا، حيث أن الشارع البريطاني والبرلمان يطالب لندن بالاستفادة من الدعم الأوروبي والغربي عموما الذي حصلت عليه في ملف سكريبال، ويطالبها بالتصعيد ضد روسيا في أي إجراءات عقابية وردعية أخرى تحمي البلاد وتحمي الأمن الداخلي الوطني. هناك اجتماعات كما ذكرت، اجتماع مع رؤساء اللجنة البرلمانية سوف يبدأ في الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، وربما يستمر حتى الساعة 5:00. من المتوقع بعدها أن يكون هناك إعلان لإجراءات الجديدة المرتقبة ضد روسيا. طيب بهاء، ماذا عن رد الفعل البريطاني بعد رفض موسكو هذه الإجراءات الأوروبية والأمريكية، والواضح أنها لها خط واضح وموحد من خلال قضية سكريبال؟ جميع المؤشرات هنا في الشارع البريطاني وحتى في الأوساط السياسية وبمتابعة المناقشات البرلمانية منذ الصباح تقول بأن بريطانيا لن تتوقف عند هذه الإجراءات التي أطلقتها منذ البداية ضد الموقف الروسي، وهي سوف تستفيد من الدعم الغربي لها في التصعيد ضد روسيا، لأنها مطالبة كما ذكرت من الشارع ومن أعضاء البرلمان. على ما يبدو أن لندن لن تأبه بالرد الفعل الروسي لكل الإجراءات التي تقوم بها، وسوف تواصل من حيث انتهى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بطرد الدبلوماسيين، وتضيف إلى هذه القوائم، إلى هذه الإجراءات، إجراءات جديدة ربما تتعلق بالاقتصاد وربما تتعلق أيضا بإجراءات سياسية مرتقبة. لا يمكن، يعني ليس هناك تصريحات حقيقية أو محددة حولها، ولكن هناك الكثير من المتوقع. نعم. أن يصدر عن الحكومة البريطانية في هذا الصدد. شكرا جزيلا مراسلنا من لندن بهاء العوام.